السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم حبايبي في قناة المشاهد وطيورها. زي ما انتم شايفين كده طبعا طلعت عامل كده روتين عند الطيور كده سريع، وهحب ان انا النهاردة اوريكم شوية حاجات كده ما شاء الله. لقيت المفاجأة الحلوة دي كده في وسط السطح زي ما انتم شايفين. البطة التانية باضت ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. طبعا في وسط واحنا بنعمل كده الروتين بتاعنا، انا هوريكي طبعا من البداية خالص، انا اوريكم ازاي ان احنا نعرف ان البطة هتبيض، وازاي ان هي قربت ترقد، وايه العلامات الاخيرة ليها علشان خلاص ترقد على البيض. زي ما انتم شايفين كده طلعت النهاردة ما شاء الله ربنا يبارك. شايفين بقى هو دوت نتف الريش بتاعها، او دوت الريش الناعم اللي هي بتشده من جسمها علشان تغطي بيه البيض بتاعها كله، علشان خاطر البيض طول ما هي راقدة عليه يبقى حواليها كده متدفي. بس طبعا النهاردة كده زي ما انتم شايفين انا هحاول ان انا اعدل لها البيض، لان طبعا زي ما انتم شايفين كده هي مدخله البيض تحت القش من الجنب خالص كده، فانا طبعا عاوزاها لما ترقد عليه تبقى محتوياه كله، ما تبقاش في حته وحته راقده عليها زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. طبعا بقى هنبدا بقى ان احنا نعدل لها القش بتاعها. انا كان في عندي شويه قش كنت بصراحه مستعملاهم قبل كده برضو، بس انا كنت بقالهم اسبوع في الشمس بره فوق العشة كده لغاية لما حمصتهم كده زي ما بيقولوا وخلتهم زي الفل، وريحتهم خلاص اتغيرت خالص. فزي ما انتوا شايفين كده طبعا ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. هنقل بقى البيض بتاعها دوت، طبعا هو لسه البيض سقعان، هي لسه ما رقدتش عليه، بس احتمال كبير جدا ما شاء الله ان هي ترقد عليه من اول بكره باذن الله. فانا كده بحاول بقى ان انا احضر لها الحاجه الاخيره كده بحيث ان هي تبقى ترقد مره واحده، ما عادش اقومها من على البيض بتاعها تاني الا بعد ما تطلع باذن الله البيض اللي تحتيه. طب انا هعمل ايه؟ انا هحاول ان انا ازود لها القش شويه من تحت، لان طبعا عاوزه اقول لكم ان القش كان تحتيها كان مغوط شويه، فانا عاوزه ارفع القش شويه لفوق بحيث البيض بتاعها ما يبقاش في كذا اتجاه. شايفين طبعا البيض داخل ازاي في وسط القش، داخل طبعا لجوه. هي لو كانت قعدت على البيض بالحاله دي كده كانت هتقعد على الجزء اللي واضح فيه، والجزء طبعا البيض اللي مستخبي لجوه ده ما كانتش هتبقى شايفاه وما كانتش هتعرف ان هي تحضر. فانت لازم تاخدي بالك جدا وتحضري لها المكان اللي هي هترقد فيه، ولازم ان انت تشوفه في وسط القش في بيض في الجناب ولا لا. دي اخر حاجه انت هتعملها لها. وعاوزه اقول لكم كمان لو البيض بتاعها متسخ او عليه مثلا بقايا مطرح ما هي مكانت بتعمل وكده، لازم تمسحيه باي فوطه كده تكون، طبعا فوطه تكون ميه دافيانه، بس مش ميه سخنه ولا ميه سقعانه، ميه دافيانه كده يعني زي دمع العين كده، وتحط عليها اي نوع من المطهر، شويه خل لو متواجد عندك ماشي مفيش اي مشاكل، شويه خل صغيرين كده، وابداي ان انت تمسحي البيضه بحيث ان البيضه تكون نظيفه، ما تبقاش البيضه ماهاش نظيفه كده. ما شاء الله البطه بتاعتي كانت بتبيض البيض، وانا كنت باخده منها لغايه لما جمعت البيض بتاعها، وبعد كده سبته لها من بعد البيضه السبعه او الثامنه بقى بدات ان انا ارصه لها علشان اخليها تقعد في المكان واخليها تعرف ان ده خلاص دوت المكان اللي هي هبيض فيه، ما ينفعش بقى ان انا اغير تاني عليها المكان. تمام. انا طبعا بعد ما حطيت لها القش من فوق كده قلت لا احطه لها من تحت، فشلت القش الجديد رفعته لفوق وحطيت القش القديم من تحت كله كده، وبعد كده هبدا ان انا ارص لها بقيه البيض بتاعها. تمام كده، يعني انا دلوقتي كده برص البيض بتاعها من اول وجديد في وسط طبعا الريش اللي هي كانت نتفاه والريش اللي هي كانت شداه من جسمها، علشان خاطر يعني يبقى للتدفئه تعرف ان هي تدفيه. تمام كده، وحاولت بقدر الامكان ان انا اخلي البيض كله محايز في مكان واحد، ما يبقاش متفرق بعيد عن بعضه، علشان خاطر طبعا وهي راقده تبقى محضنه البيض بتاعها كله. زي ما انتم شايفين كده طبعا انا كده خلاص رصيت البيض بتاعها خالص بقى، وهبدا ان انا ادخل البطه العشه، لانه طبعا عاوزه اقول لكم في مقطع برضو هنا في الاخر هتشوفوه وهي بتعضني في ايدي ساعه لما باجي ناحيه البيض، ديت من العلامات المهمه جدا لازم تاخدوا بالكم منها، ان انت لما بتيجي تمسك البيض بتاع البطه والبطه موجوده بتبدا ان هي تهاجمك، تديكي كده او تعضك في ايديكي او ان هي تضربك بجناحها، تعرفي كده خلاص ان البطه اخدت على العش بتاعها والحته اللي هي هتنام فيها او اللي هي هترقد فيها. ما شاء الله زي ما انتم شايفين هي دخلتها بقى هنا كده، كنت دخلتها العشه. طبعا عاوزه اقول لكم ان هي وقفت كده بتاع 5 دقايق ولا 4 دقايق ماهاش عاوزه تتحرك خالص، وكانت خايفه مني
وانا بصراحه كنت خايفه ان انا احركها او ان انا اعمل معاها اي حركه بحيث ان هي كانت تقوم نطه على البيت كسره او كده. ففضلت كده ان انا اصورها كده تصوير من بعيد بحيث ان هي برضو لا تاذي البيض ولا تاذيني. بعد كده دخلت لها بقى لما نزلت من على البيض خالص كده، نزلت لها بشويش كده وبدات ان انا ايه، انا كان في نيتي طبعا ان انا يعني اشوفها هي هتعمل ايه. فدخلت لها فببص بقى لقيتها مسكتني هرتني عض في ايدي، يعني انتوا هتشوفوها دلوقتي وهي بتعضني. طيب احنا هنأكل البطة ايه؟ انا بنصح بصراحة ربنا كده، انا بنصح لما يكون عندك بطة رقدة اديها حاجة من الاتنين، يا اما تديها عيش ناشف وتكسره لها وهي تاكله، او تسيبه لها كده وهي تاكله، يا اما تديها علف. الحاجتين الاتنين دول كويسين جدا، اذا كان العيش او العلف. العلف فيه نسبة بروتين جامدة جدا، يعني البطة ما شاء الله لو انت هتخلي البطة بعيالها او بالبط بتاعها بعد كده، بعد ما هتطلع وبعد الفأس وكده هتقعد بالظبط شهر وهبضلك تاني، عشان انت بتقعدي البط معاها شهر وبعد كده بتاخديه وبعد كده بتسيبيها هي بقى تبيض من تاني. لو انت مش هتقعدي معاها البط الصغير اللي هو ولادها، يبقى بعد ما هتخلص فأس على طول، اول ما هتشيليها هتقومي رميها للدكر على طول، الدكر هيبدا ان هو يكسرها، هتبدا ان هي على طول في نفس الاسبوع ان هي تبيض. الكلام اللي انا بقوله لكم دوت عن تجربه وحصلت معايا، بس طبعا لما انا باكل علف برضو لما باكل عيش نفس الطريقه، يعني العيش والعلف حاجتين مهمين جدا، عاوزه تديهم الاثنين اديها، عاوزه تديها حاجه من الاثنين مش متوفر عندك العلف وكده لا، ادي لها كل يوم، حط لها كل يوم رغيفين وهي باذن الله تبدا ان هي تاكل. هنا بقى طبعا زي ما انتم شايفين كنت لما دخلت العشة تاني، طبعا كنت بحاول ان انا امسك البيض بتاعها، كانت مسكتني من ايدي طبعا قعدت تعضعض بقى فيا كده. عاوزه اقول لكم ان هي زرقت لي ايدي من الجنب والله بجد. لو انت وصلت معايا في الفيديو لحد هنا يا ريت ما تنسناش في اللايك والاشتراك والشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ويوصل لاكبر عدد من حضراتكم وكله يشوفه ويستفيد. طبعا دي من الحاجات المهمه اللي انت ساعه لما تمسكي البيضه بتاعه البطه تبدا ان هي تعضعض فيك، تعرفي ان هي كده خلاص بسم الله ما شاء الله قربت ان هي خلاص هترقد، وكمان الصوت بتاعها بيتغير، ده اخر علامتين او تلات علامات ان انت ما تيجي تمسكي البيض بتاعها دي تلاقيها تعضك. تاني حاجه بتنتفرشها على البيض بتملاه، دي تاني علامه تعرفي ان البطه خلاص قربت ان هي ترقد، او خلاص قربت ان هي ولع القوت بتاعها يخلص وقربت ان هي ترقد خلاص. تالت حاجة اللهم صل على النبي وبارك لنا فيه والله العظيم نسيت، هنقول من تاني. اول حاجة لما هي بتطلع لما هي بتعض لما انت تيجي تحط ايدك، تاني حاجة الريش اللي انتوا شايفينه دوت كده هوت طبعا.